وفي البطولة العالمية بطولة ذهبية ذهبية في فرنسا، وأيضا توفيق مخلوفي كان فاز بفضية 800 متر. إذن اختصاص قريب جدا من الجزائريين، لكن الكارثة الكبرى أننا غايبين في اختصاصنا المفضل 1500 مسافة 1500 عروس السباقات. كان عندنا مرسلي، ثم كان عندنا بولمرقة، كانت عندنا بينيدا ملاح، كان عندنا مخلوفي، والآن لا يوجد أي أحد. شوف، على ما أظن أنا يا المشكل كانوا عندنا مدربين أكفاء في هذا الاختصاص. المدربين الله يذكرهم بالخير يعني حبسوا في التقاعد، هذه واحدة من. وثانيا احنا عندنا هادو رياضيين تاع المسافات النصف طويلة يجيونا من يعني من خارج الجزائر، سطيف، البرج، شلف، هادو هما اللي من خارج العاصمة. من خارج العاصمة ما عندناش رياضيين منا من الجزائر، لأن الجزائر العاصمة يجوا من لاوتر، من البلايس المرتفعات. درك المشكل وراه في 1500، هادو الرياضيين تاع 800، كاين اللي يدير 800 ويجبد 1500، وكاين اللي راح يقعد في 800. هادو الرياضيين اللي راهم الآن يعملوا في 800 متر راح تجيهم صعيبة باش يمشيوا لل 1500. لماذا؟ لأنها راح تدخل فيها لي فاكتور تاع التدريب، الناحية المورفولوجية، هذا وحدة، لأن عندهم الميسك تاعهم صحيح ورايحين يبدلوا لو فوليوم دو ترافاي، يعني كما يقول لك الفوليوم دو ترافاي تاعهم راح يتغير، لأن ال 1500 عندها تدريب و 800 عندها تدريب. الآن 800 متر راهي ولات كانت هي في النص طويلة، درك ولات داخلة في السرعة، ما تقدرش درك تقعد انت تتخيل تشوف 800 متر دقيقة 41 تمتم كما 400 متر ولات جابدة للسرعة. ال 1500 عندنا رياضيين، وكان يعني من درك اتحادية دير تخطيط ويديروا برنامج مع الرياضيين ويعملوا لهم تربوسات ويكونوا عند مدربين. عندنا شنيتف، عندنا واحد الرياضي تاني كفي شلف، شفته انا يعني عنده امكانيات رايح البطوله العالميه، لكن في 3000 موانع ما يعرفوا اختصاصين تاع العاب القوه. انا شفته باللي رايح يكون. عندنا واحد البنت تاني في مشلف اللي هي متحصله على رقم قياسي جزائري في 800 متر وفي 1500، هذيك تاني كان يتهلاو فيها. لازم يكونوا تخطيط. احنا المشكل تاعنا في ألعاب القوة كي نشوفوا الرياضيين هادو ما السجادي وقواند ومولى سليمان نقعدوا ما نخموش على هادو ما اللي طالعين، لكن اليوم هادو ما رايحين يتوقفوا، رايحين يكبروا، رايحين. نعم. لازم احنا واش نديروا؟ نمشيوا هادوك الصغار هادوك. نعم. اللي راهم جايين. واحد كيما هذا شنيتف انا بالنسبة لي يكون في 800 متر وفي 1500 لا كتب ربي إن شاء الله، وأحيانا ربي واحد من أبطال، لكن لازم له. نعم. إمكانيات. كيف تقيم مشاركتنا في الألعاب الأولمبية في 800 متر؟ دخول ثلاث رياضيين، مولا، جواند وسجاتي. سجاتي تحصل على البرونزية، جواند أقصية في النصف النهائي، ومولا لم يتجاوز دور الأول. شوف، خيبة الأمل في مولا، يعني واحد هذا الرياضي عنده خامة. مش خيبة أمل، قالوا بأنه كان مريض وكان كان يعالج. إيه وش يعني وعليها نقول لك هكذا؟ لأن أنا كنت نشوف فيه هذا واحد باللي وكان يعني ما صرالوش هذا المشكل. العالم ربي دوك عم يقولوا من القلب، القلب تاعه ومرض من قلبه. هذا كان في تصاعد، كان دقيقة 44 على ما أظن في شهر مي ولا شهر أبريل. كان مولى يعني في الفورمة تاعه. اليوم كان هو راح يتحصل على ميدالية ذهبية، يكون منافس تاعهم. يكون منافس تاعهم لان رياضي قوي. انا نشوف فيه باللي رياضي تاع 800 متر. لكن سجاتي كان اقوى من مولا في العام الاخير هذا. لا، كانوا في الاوقات كانوا قراب، كان مولا يفوز عليه وخطرات سجادي يفوز على سجاتي. محقق رقم مولا. افضل ثالث نتيجه على. نعم. لان مولا حبس في شهر ابريل ولا شهر مي بدون منافسه. احنا في العاب القوى اخ محمد لازم تشارك ملتقات باش يكون عندك هذاك الريتم هذا. انت اليوم تدخل في مثاله، تدخل في حي دخلت فيه تعرف الحي كيفاش الدخله تاعو وين راك رايح، وتطول في هذاك الحي يغلقوا عليك ثم
تخرج ما تلقاش لي ريبير تاعك منين خرجت. مولا كانت دقيقة 44. بعدين الوقعة الصحية هذه اللي دارها بلا منافسات، هو كي كانت دقيقة 44 كان نفس المستوى تاع سجاري. بعدين هو وقف ما دارش الممتقات، هما داروا من دقيقة 44 كانوا كيف كيف، ولاو من بعدك دقيقة 41 هو دوك كبرى لقاهم في ديروكور بعاد عليه. دقيقة 41 دقيقة 44 بعاد على بعضهم، ولهذا اللي مسكين هو تقدر ما نقولوش مسكين لأن هو رياضي كامل وعنده هذيك الشجاعة وعنده دار المجهود تاعه. شوف أنا نعطي لك برك مثال في التصفيات الأولى شتوين كان في الـ في الـ في الروبي سابي هذيك في الثاني مشى دقيقة 45 درك وكان يبقى يدير الملتقط راح يولي الفورما تاعو. ثاني سباق والأول سباق ما كانش كيف كيف، على بالك باللي كان راح يمشي راح يدخل باش يمشي للنصف النهائي. نعم. أنا شفت البارح الأخ حسين قال لك من اختصاص تاع لعب القوة قال لك هاد الاستدراك هذه ماهيش مليحه، انا جاب لي ربي مليحه الرياضيين تاعنا كيما قواند وكما داروا الاستدراك ما كانش يمشي للنصف النهائي. نعم. مولا قريب مشى للنصف النهائي. نعم. نعم. نتمنوا ان شاء الله يكملوا هكذا ويخرجوا رياضيين. قواند ان شاء الله يتطور في الاولمبياد القادم ان شاء الله يحصل على ميداليه. قواند مازال 22 سنه. انا كنت من الناس اللي تكلمت هنا في عندكم في البلاطو في القناة تاع الهداف. نعم. قلت باللي وكان يمشي النصف النهائي دار حاجة معجزة كبيرة. أخي هكذا محمد. نعم. وقيل معاك. نعم. اليوم راه في النصف النهائي هذا اليوم أو عمل حد الأدنى تاع بطولة العالم أنها حتعمل في 2025 في طوكيو أو تهنى منها. نعم. درك واش يبقى يركز باش يزيد يطلع في المستوى، وعنده مدرب تاعو كافي، وكان المدرب تاعو داير نهائي في ألعاب أولمبية الأخ رضا عبد النوس. نعم. ودوك يشوفوا النقائص وين مشات وين ما مشاتش ويتقرب مع المدرب تاعو ويديروا تخطيط. بالك إن شاء الله. نعم. عنده مستقبل تانيك لأنه صغير هو 22 سنة. نعم. وعنده باش يقدر يمشي في المستقبل. نعم. بشير بالنسبة لرمي القرص شاهدنا أيضا ثلاث محاولات فاشلة من خنوسي ثم انسحاب في الدور الأول ثم صارت عملية تنمر عليه في مواقع التواصل الاجتماعي حتى قال بأني خلاص لن أمارس هذه الرياضة مجددا مدام وصلت عملية التنمر وربما في بعض الأحيان شتم للرياضيين، وهذا غير مقبول وغير معقول. أي رياضي جزائري ذهب إلى باريس ذهب من أجل تحقيق نتائج أفضل ونتائج لتشريف الراية الوطنية. تحدث في بعض الأحيان ربما العداء أو المتسابق أو الرياضي لا يكون في يومه، على باليش أنا، تقابله بعض الصعاب، يتعرض لظروف. أنت أخ محمد تحدث هذه في ألعاب القوى أنه واحد يفشل في ثلاث محاولات. نعم. نقوله بأنه عملية التنمر أو عملية الشتم أو عملية التشكيك في الرياضيين هذه لا نريدها ولا نحبذها ولا